قالوا قد مس أبانا الضراء والسراء. يا عم كله أبونا وأجدادنا برضه كانوا يصابوا بالخسارة والمكسب ويتركوا ذكر الله سبحانه وتعالى. شاهدي أيها الإخوة، احرص على أن تكون صالحا وسيتولاك الله، وليس من لوازم تولي الله لك أن تصبح سريا جدا. يعني الأنبياء ليس كلهم كذلك، نبينا محمد لم يكن سريا جدا عليه الصلاة والسلام، وصحابة فضلاء أحيانا. واحد منهم جاء يتزوج، الرسول يقول التمس شيئا، شوف أي شيء تتزوج منه. قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتم من حديد، مش ذهب، من حديد. قل والله ما عندي. الرجل يقول في النهاية عندي شيء، ذكرت شيء. ما الذي عندك؟ قال عندي إزاري يا رسول الله. شوف حجم الفقر. إزاري، الإزار الذي يأتزر به من أسفل كالحج، ليس له رداء، ليس له شيء علوي على كتفي. عندي إزاري أشق بيني وبينها نصفين، تأخذ نصف الإزار مهر ونصف الثاني أستر. فقال النبي وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليه منه شيء، ولكن هل تحفظ شيئا من القرآن؟ شد حال شديدة من الفقر، ومع ذلك هم خير القرون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبذل ما عندك من جهد، وأبذل ما عندك من أخذ بالأسباب، ولا تيأس أبدا من رحمة الله. الصحابة الذي ذكرت بعض حالهم، منهم صحابي الجليل أبو مسعود البدري، اسمه عقبة بن عمرو رضي الله عنه. عقبة هذا كان يقول ويبين حبهم للخير، لما نزلت آية الصدقة رأينا أنفسنا في أجر المتصدقين، قال كنا نذهب إلى الأسواق نحامل على ظهورنا، اشتغل شيال، اشتغل ماذا؟ شيال في السوق، من أجل أن نأتي بالمال نتصدق به، لازم نأتي بالمال نتصدق به. شغل ما هو كسل، ومش محتاج الكبير له كي يتصدق بالمال. حتى قال المنافقون، كان أحدنا مثلا يصدق بدينار، واحد يصدق بدرهم، واحد ثاني آخر يتصدق بألف درهم أو ألف دينار. المنافقون لا يتركون أحدا. واحد منا جاء بالدرهم يقول إن الله غني عن درهم هذا. طب واحد جاء بألف درهم يقول هذا مرائي. ما يتركونه الناس أبدا. فنزل قول الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين في من المؤمنين في الصدقات. أنت تطوعت وتصدق كثير يقول لك لا ده مرائي. والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذي يتصدق بالقليل يلمز أيضا، والذين فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب. شديد الصحابة ما كانوا كسالى أبدا. اشتغل سيدة زينب، أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، تعرف آية الصدقة، علمت آية الصدقة، ماذا تصنع؟ ما ورثت كبيرة، ما لا تشتغل في البيت، تعمل في البيت، تأتي بالجلود، جلود الذبائح، تمعس المنيئة، تدلكها، تدلك الجلود تمهيدا لدباغتها وبيعها، وتأخذ المال تتصدق به رضي الله عنها. كل ذلك مع الصلاح. إلزم الصلاح يتولاك الله، تولاك الله حلت المشاكل كلها. رضا في القلب ستجد رضا في القلب، توفيقا بإذن الله ستجد توفيقا، قضاء حوائجك سيقضيها الله لك، وإذا ابتليت فلرفعة الدرجات. فلنحرص على أن نكون من الصالحين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الآية الأخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اثبتوا على الصلاح، ثبتنا الله وإياكم، ومشاكلكم محلولة، ولا تقلقوا من الرزق، لا تقلقوا من الرزق، فإن ربنا هو الرزاق ذو القوة المتين، قادر على إنقاذ مصر بمنجم ذهب يكتشف، ببئر غاز يكتشف، لكن نرجع جميعا إلى ربنا وهو يتولانا.
أما مبارزة الله بالمعاصي وبالربا وبالتبرج والسفور وبدعاء غير الله من الأموات وبمظاهرة أهل الباطل وأهل الكفر، كل هذا سبب الدمار وسبب الخراب. إلزموا كتاب الله، احرصوا على أن تكون من الصالحين. صدق الله القائل وهو يتولى الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.